May we fight true in his holy name. Blessed be the light. السلام عليكم يا شباب. بعد غياب أكثر من سنة بسبب الظروف وبسبب أنه كسرت إيدي بعد حادث السير، اضطريت أقطع اليوتيوب فترة. بس أول سبب خلاني أرجع اليوتيوب هو أنه إيدي طابت، وتاني سبب هو أني لعبت البيتا تبع ديابلو 4 وتحمست بشكل غريب وحبيت أني شارككم التجربة مع هاللعبة. مبدئيا أنا رح أعمل عدة فيديوهات لديابلو، رح أكون عم بغطي فيها كل شي ممكن تحتاج تعرفه عن اللعبة قبل ما تشتريها، مثل الاند جيم كونتنت، مثل الكاركترز، مثل البلدات اللي ممكن تعملها على الكاركترز، طريقة اللعب، طريقة اللوت والايتمايزيشن والحكي هذا كله. بس بهالفيديو راح احكي بشكل عام عن لعبة ديابلو 4 كمراجعة لتجربتي البيتا فقط، لانه نحن لسه ما لعبنا اللعبة بشكل النهائي. البيتا كانت محدودة من عدة نواحي. اول شيء أعلى ليفل فيك توصل له باللعبة هو 100، بس البيتا عطتك مجال فقط لليفل 25. كمان الجزء الوحيد من الماب اللي فينا نستكشفه كان بالبيتا هو فقط Fractured Peaks، هو يعتبر أصلا أصغر جزء أو منطقة من عالم ديابلو 4. الأيتمات المتوفرة كانت ليجندري فقط، أعلى شيء ممكن تحصله هو ليجندري، وما صحنا نشوف الأيتمات التانية مثل اليونيك ولا الست آيتمز ولا حتى الميثك. والليجندري اسبكتس اللي كانوا متوفرين بالبيتا هن عباره عن اقل من ربع الليجندري اسبكتس اللي باللعبه الكامله. طبعا ما شفنا اي اند جيم كونتنت مثل الهيل تايد ايفنت ولا النايت مير دونجنز ولا حتى بي في بي. ما شفنا تري اوف ويسبرز واللي هي احد الاند جيم كونتنت، وما جربنا نظام الباونتيز، وما فتحنا شجره الباراجون ليفل واللي هو نظام تلفيل بعد ما توصل على ليفل 100. يعني بعد ما توصل ليفل 100 بصير فيك تلفل باراجون 1 2 3 وما لا نهايه. طبعا الفيديو مفصل رح اشرح جميع هالاشياء هاي اللي ذكرتها، بس حاليا رح يكون فقط عن البيتا. وباختصار البيتا هي نوعا ما شم ولا تدوخ، لانه يا اصدقائي ما دقنا اي شيء من المحتويات المهمة غير انه عطونا فكرة بسيطة عن الجيم بلاي بديابلو. فشو هي ديابلو؟ ديابلو هي ARPG، لعبة اكشن وتقمص ادوار. اول اصدار من السلسلة كان ديابلو 1 بسنة 1997، فهي تعتبر لعبة عريقة كتير بالجانر هاي. وكمان معظم ميكانيكس الـ ARPG اللي منشوفها حاليا بالألعاب النوعا ما جديدة مثل Last Epoch أو Path of Exile وإلى آخره، هي أفكار مأخوذة نوعا ما من ديابلو 1 و 2، ولهيك تعتبر ديابلو هي الـ OG للـ ARPGs. طبعا اللعبة هي من منظور Isometric مثل الأجزاء السابقة، ولكن اللي بيميزها أنه رح يكون العالم مفتوح مشترك مع لاعبين آخرين، يعني بس تكون عم تلف الماب بأي مكان ممكن تشوف لاعبين آخرين. ومن الواضح إنه بليزرد حبوا يضيفوا شوية عناصر MMO على ديابلو، وطبعا هذا الشيء عمليا إيجابي، بس عدد اللاعبين بالعالم رح يكون محدود بالسيرفر، يعني ما رح تشوف 600 لاعب عم بلفوا الماب وعاملين زحمة بكل مكان. المطورين حكوا إنه رح نشوف لاعبين بشكل معقول وطبيعي ونوعا ما قليل مقارنة بالMMOs الثانية. المكان الوحيد اللي رح تشوف فيه لاعبين كتير رح يكون المدن الرئيسية، واللي هي بتكون نوعا ما مثل هب لتجمع اللاعبين. بداية بس تبلش اللعبة بيعطوك خيار تختار من بين 5 كلاسات، 5 شخصيات. اول واحد البربيريان، وهو عبارة عن شخصية عنيفة وهمجية، واسلوب قتاله هو من قريب مدى قصير. والاشياء اللي بتميزه عن الشخصيات الاخرى هو نظام الترسانة، واللي بيسمح له يشيل 4 اسلحة، وفيك تغير بين كل سلاح، وكل سكيل بتفتحها فيك تخصص له سلاح من اختيارك، وتأثير السكيل بيختلف حسب السلاح اللي مخصصه للسكيل هاي. تاني شخصية هي الساحرة، تعتبر أكتر شخصية سكوشي باللعبة، ما بتتحمل ضرب بس الالمنتال دامج تبعها من نار لتلج لرعد خرافي، وبيغطي مساحات كبيرة. الميزة تبعها هي الانشانتمنت سيستم أو نظام تحسين السكيلات، وهون انت فيك تضيف عدة سكيلات على الانشانتمنت سيستم ليعطي السكيلات افكتس باسيف، واللي بيعني انه السكيل بتتحول من سكيل تفعل بضغطة زر الى سكيل باسيف تفعل تلقائيا تحت ظروف وشروط معينة، وما بتاخد مكان بين السكيلات الفعالة اللي انت عم تستخدمها. ثالث شخصية هي الدرود او الكاهن. الدرود هو متحول، بيتحول من انسان الى دب او مستذئب.
حسب السكلات اللي عم تختارها. بس تدفع السكيل بتتحول لعدة ثواني بتضرب كم ضربة من مدى قريب، وبعدين بترجع لهيئة إنسان. كمان في طلع حيوانات تحارب معه، كمان هو بهيئة إنسان عنده سكيلات تسمح له يأمر عناصر الطبيعة مثل الأرض والريح والعواصف ليعمل سكيلات قوية وفعالة من مدى بعيد. رابع شخصية هو الروغ، ستايله مثل أساسن، كمان ما بيتحمل ضرب بس دامجه خرافي. يعني شفت له فيديو عم بيعمل سولو لأوبن وولد بوس اللي هو المفروض ريد ل 12 شخص، عنده خضرة يضرب من بعيد أو من قريب، وعنده خيارات بالأسلحة بين كروس بو والبو والخناجر والسيوف الصغيرة. عنده ثلاث ميكانيكس مميزة، الأولى هي الكومبو بوينتس، كل ضربة بتعطيك ستاك، بعد ثلاث ضربات السكيل اللي راح تعملها بعد ثلاث ضربات راح تعمل دامج كتير قوي. تاني ميكانيك مميزة هي الانر سايت، وهون كل شوي بيطلع إشارة على حدا من الأعداء، وإذا ضربته أو موته تعبي كتير انرجي، وهذا بيساعد على انك تعمل سكيلات اكتر. تالت ميكانيك اسمها preparation، بس لسه ما عنا معلومات عنها لانه بتفتح بليفل 30، ومثل ما حكينا بالبيتا ما كان عنا غير لليفل 25. طبعا فيك تختار واحدة من الثلاثة، يا كومبو بوينتس يا انر سايت يا preparation، ما فيك تختار ثلاثة مع بعض او اكتر من واحدة بنفس الوقت. اخر شخصية واللي هي الشخصية المفضلة بالنسبة لي النكرومانسر او مستدعي الارواح، في يستدعي سكيلتون ووريرز بيضربوا من قريب وسكيلتون ميجز بيضربوا من بعيد. كمان بس توصل ليفل 25 فيك تستدعي الجولم واللي هو وحش عملاق بيحارب معك. عدد الزومبيز اللي فيك تستدعيهم بيختلف حسب الايتمات اللي لابسه، بس ممكن يوصل عددهم ل 15 او حتى يمكن اكتر، بيضلوا موجودين طول الوقت الا اذا ماتوا، وهون بتضطر ترجع تطلعهم. الميكانيك المميزة لنيكرومانسر هي كتاب الموتى، وهون كمان فيك تعدل على سكيلتونز، بيكون عندك عدة خيارات دفاعية وهجومية وفيك تضحي فيهم مقابل باسيفز قوية جدا. سكيلاته عنده سكيلات البون سكيلز واللي هي بتعتمد على السي سي والدامج الصريح، وفي عندك الدارك سكيلز واللي هي لعنات بتحطها على الانيميز بس بيصيروا ياكلوا دامج اوفر تايم او بياكلوا سلو او بتنزل الديفنسز تبعهم او حسب السكيل المختاره. وفي اللي عندك السكيلات البلود سكيلز، اول شيء بتتضمن السكيل الشهيره واللي هي كوربس اكسبلوجن، لانه النكرومانسر عنده باسيف انه كل ما حدا يموت بيترك جثه على الارض، فالكوربس اكسبلوجن فيك انت تفجر هي السكيل، وكثير عالم عم بيعتبروها بروكن لانه ما عليها كول داون ابدا. والسكيلات هي يا بتكلفك دم مو انرجي مو مانا، يا بتكلفك دم يا ما بتكلفك شي خالص. هلا بقى مثل ما حكيت رح اعمل بعدين فيديو تفصيلي عن الشخصيات لساعدك بالاختيار الشخصية الانسب بالنسبة لك. تاني نقطة حابب احكي فيها انه هل ديابلو 4 pay to win؟ طيب اذا RPG معناها ممكن تكون pay to win مثل معظم الـ ARPGs اللي منشوفها، وخصوصا انه بليزرد عطونا ديابلو امورتل. ديابلو 4 حسب اللي شفته جاي لتنعش سمعة بليزرد واسم ديابلو بعد النكسة اللي سببتها ديابلو امورتل بسبب انها كانت pay to win بس بشكل شوي مبالغ فيه. يعني تدفع اذا بدك تفوز، بس شو تدفع؟ يعني في ناس دفعت حرفيا من دون مبالغة اكتر من 100,000 دولار، فكان في تخوف انه ديابلو 4 رح يكون فيها نفس الشيء، رح يكون تطلب دفع، راح تشوف ناس اقوى من ناس لانه ناس دفعت وناس ما دفعت. بس المطورين العاملين ببليزرد ما عندهم لا شغله ولا عمله غير انه عم بيوعدوا الجمهور انه ما راح يكون فيها pay to win ابدا. يعني ما ضايل غير المدير التنفيذي لبليزرد يطلع يحلف بالطلاق انه ما راح يكون فيها pay to win. بصراحه من اللي شفناه لحد الان انه ابدا ما فيها pay to win. هلا صح انه اغلب 10 دولار، بس بشكل عام معظم الالعاب التريبل اي بغلي سعرها بسبب التطور السريع اللي عم بمر على الألعاب وزيادة تكلفة تطويرها. فالنسخة الأساسية صار سعرها 70 دولار بدل 60، والديلوكس صار سعرها 80 دولار، والألتيمت صار سعرها 90. كمان رح يكون في كل 3 شهور باتل باس قيمته 10 دولار، بس الباتل باس ما رح يتضمن أي شيء بيعطي أفضلية للاعب عن لاعب تاني. رح يكون في الباتل باس مجرد كوزماتيك سكنات وشغلات، وكمان رح يكون في كوينز بحيث أنه أنت الكوينز اللي بتجمعها إذا ما اشتريت فيها سكنات من الستور راح فيك أنت تشتري فيها الباتل باس الجاي. فأنت ممكن تضطر تشتري أول باتل باس وبعدين خلص فيك ترجع تشتري الباتل باس اللي بعده من الكوينات اللي طلع لك من الباتل باس الأول. وهون منكون غطينا أهم نقطة وأكتر نقطة العالم متخوفة منها، أنه اللعبة معنا pay to win. طيب هلأ إذا أنا سألت شو أهم شيء باللعبة، بأي لعبة شو أهم شيء فيها؟ ممكن واحد يخلي الجرافيكس، ممكن واحد تاني يخلي المحتوى، ممكن يجيك واحد يخلك الأخلاق، بس لا يا صديقي، أهم شيء بلا منازع هو الجيم بلاي.
أتليس برأيي أنا. سألني ليش؟ لأنه إذا جبت لي لعبة كاملة مكملة عظيمة من كل النواحي ما فيها أي شيء غلط، بس الجيم بلاي سيء، تلقائياً اللعبة بتصير ما بتنلعب وللكب. بس إذا الجيم بلاي رائع ممكن الواحد يغط نظر عن شغلة أو حتى أكتر من شغلة. وهون أنا بشهد بعد تجربتي الشخصية إنه بليزرد أبدعت لأبعد الحدود بالجيم بلاي. لأنه إذا بدي أوصف لك الجيم بلاي بكلمة فهو إنه جيم بلاي ديابلو 4 نظيف نظيف نظيف. يعني أول شيء الحركة بتحسها أول ما تبلش اللعبة، بس تعمل نيو جيم وتختار الكاركتر وتعمل كوستمايز للكاركتر وتفوت. أول ما تبلش اللعبة بس تصير بدك تتحرك، بتحس إنه الحركة سلسة وطبيعية ومتفاعلة مع كبستك بشكل غريب. يعني ردة فعل الكاركتر للأوامر اللي بتعطيها بتحسها سريعة وسلسة أكتر من أي لعبة لعبتها قبل. ومو بس الكاركتر تبعك، لا مثلا خد ردة فعل العدو على ضرباتك، ردة فعل سريعة واقعية ودقيقة جدا. فوقت تضرب حدا بتحسه عن جد عم ينضرب، مو انه انت عملت سكيل وهو عمل انيميشن، لا مو انه انيميشن عم تتسطر فوق بعض، لا بتحس انه عن جد السكيل عم تضرب العدو وعم بتأثر عليه جسديا. وكمان ردات الفعل للعدو بتتماشى مع اتجاه الضربة اللي ضربته اياها، كمان مع قوة الضربة او السكيل اللي انت استخدمتها. ومن اهم الشغلات كمان انه الهيت بوكس دقيق جدا مع الانيميشن. كمان نقطة جدا مهمة انه وقت تعمل سكيل عادة بالالعاب التانية الدمج بصير بال area of effect تبع السكيل بشكل عام، بس هلا صار الدمج بيطلع بالتوازي مع الانيميشن بدقة رهيبة. يعني انت اذا ضربت السكيل مو بس انه اللهم انه الانمي بالرينج تبعك، لا انت بدك تشوف الانيميشن الدمج بينحسب مع الانيميشن تبع السكيل. انه انت بس مثلا for example بس السيف الانيميشن تبع السيف تضرب بالعدو، هون بينحسب الدمج وبيطلع الدمج بنفس اللحظة. وهذا الشيء يمكن اذا ما نوجد ما تحس فيه، بس اذا نوجد راح تحس انه ساتيسفاينج بشكل غريب. وهون انا هذا بالنسبة لي اهم شيء باللعبة، الجيم بلاي مو طبيعي. هلا عالم ديابلو مثل ما حكينا هو عالم مفتوح، وهي ما أنا فيتشر مميزة او مختلفة باي شكل من الاشكال. بس الفكرة وين؟ انه معظم الالعاب بس تبلش عندك خط بدك تمشي، حتى لو توهمت انه انت عندك حرية الاستكشاف، يعني في اماكن فيك تروحها، بس انت فعليا ما عم تنجز شيء، ما عم تعمل شيء. رحت استكشفت ما عملت شيء غير ضيعت وقتك، لانه ما في اي محتوى ينعمل لحد ما تخلص الستوري وتوصل للاند جيم كونتنت. والمشكله بهيك حالات بتحس حالك عم بتخلص الستوري غصب على السريع، بدك تنجز لتوصل للمحتوى الاهم. تجربتي انا بالبتا انا والشباب كنا عاملين بارتي من 4 اشخاص، انا وسلام وسلم وفيصل، بس يكون عندنا ستوري ميشن طالعين من هون مثلا لهون محل وجود الستوري ميشن، بيطلع فيصل بيحكي اوف يا شباب في دنجن هون خلينا نعمله وناخد الليجندري اسبكت تبعه. بنحكي اوكي. نحن ورايحين فجأة بتلاقي سلام قال او شباب في ايفنت تعالوا نعمله قبل ما حدا تاني يعمله، بينزل تشست بيطلع لنا ليجندري كأنه اخر ايفنت بالدنيا، بصير انت عن جد بدك تعمله. اوكي. نحن ورايحين على الايفنت بنلاقي سالم عم بتضارب مع اليت، تعوا شباب في اليت هون بينزل تشست في صحن كنافة. طب يا جماعة الستوري ما بدنا نعمل ستوري؟ لا الستوري بعدين. اوكي. نحن ورايحين نضارب الاليت فجأة بيطلع لنا جوبلن ومننسى كل شي حكيناه ومنصير نركض وراه مثل المهابيل. فقصدي وين؟ انه لسه ببداية اللعبة وفي الف شغلة فيك تسويها بتلهيك على الستوري قبل ما توصل على الستوري ميشن. فهون عن جد العالم بيكون مفتوح، وعن جد انه انت عندك حرية الاستكشاف وفي عندك خيارات عديدة لاشياء كتيرة انت فيك تسويها من نقطة لنقطة تانية بالستوري. ولك حتى الستوري نفسها مو مضطر تعمل اكت 1 بعدين اكت 2 الى اخره، لا فيك تسحب على اكت 1 و 2 تبلش ب 3 بعدين تعمل 2 و 1 بالاوردر اللي انت بتشوفه مناسب. المحتوى كتير كتير جميل. يعني عندك دنجنز اوبن وولد ايفنتس سترونج هولدز سيلرز اللي هي دنجنز صغيرة، عندك اوبن وولد بوس بيطلع كل كم يوم، عندك كولكتبلز، عندك سايد كويستس، عندك كتير شغلات. وهذا لسه بس بالبتا، يعني هذا لسه البتا، يعني ها بسم الله من ليفل 1 لليفل 25، فالله اعلم شو راح يطلع شغلات بالاصدار الكامل. هلا راح اعطيكم فكرة بسيطة بس على الايتمات الموجودة باللعبة، ما راح ادخل بالتفاصيل الكثيرة، راح اعمل فيديو خاص بالايتمايزيشن، بس هلا راح احكي فكرة بسيطة. انه الايتمات عندك اول شيء نورمال ايتم، الايتمات العادية لونها ابيض، بعدين بتجي الايتمات السحرية اللي هي لونها ازرق بتكون، بعدين في الرير ايتمز واللي هي بتكون لونها صفرة، بعدين بتجي هون الليجندري ايتمز لونها برتقالي، بعدين بتجيك اليونيك ايتمز
اليونيك ايتم فيك تلبس وحده منها، هي تعتبر اقوى من ليجندري بكتير. فيك تلبس فقط يونيك ايتم وحده، مو بس هيك لسه كمان في الميثيك ايتمز، بس بليزرد ما كشفت غير عن ميثيك ايتم وحده واللي هي اوبسيديان هارت ميثيك اميولت، كمان لسه هي اقوى من اليونيك والليجندري وكله هاي مع بعضه كتير قويه، وكمان فيك تلبس وحده منها فقط. طبعا اكيد رح يكون في سيت ايتمز بس ما كشفوا عن اي سيت لحد الان. تجربتي للبيتا كانت جدا موفقة، يعني أنا وصلت 5 شخصيات ليفل 25، خربت علي عدة ألعاب، صار ما عاد إلي نفس ألعب شيء غير ديابلو 4، يعني ما ماني مستوعب، بس لسه ضايل 50 يوم، ضايل 50 يوم لتطلع اللعبة. ترى باي ذا واي رح تطلع بتاريخ 6/6/2023، بس للي عاملين بري أوردر رح يكون عندهم 4 أيام early access على الفول ريليس. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، إن شاء الله يكون فتكم بالمعلومات. رح نزل مثل ما حكيت هذا فيديو عن البيتا، بس عن تجربتي بالبيتا. إن شاء الله رح نزل فيديوهات عن مواضيع مختلفة بطريقة تفصيلية أكتر، عن الأيتمات ولا على الكلاسز ولا على الاند جيم كونتنت اللي أعلنوا عليه من فترة ديابلو. رح فصل كل شيء، وحتى بس تنزل اللعبة رح كون عم نزل فيديوهات عن اللعبة من جيم بلاي لشغلات ممكن تفيدكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب بليز. مع السلامة.